ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا خالد شقير. مرحبا بك خالد. إذا جولة سابعة من التعبئة والمسيرات في جميع أنحاء البلاد في فرنسا، كيف يبدو الوضع؟ هل ما زالت تحتفظ هذه المسيرات بسلميتها أم تطورت إلى اشتباكات؟ نعم دينا، بعد التحية، ما زلنا في بداية هذه المسيرات. جرت العادة أن الاحتكاكات تحدث في الغالب دينا بعد انتهاء هذه المسيرات. بدأت منذ أقل من ساعة المسيرات في كل من العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مارسيليا وبعض المدن الأخرى، بعد أن كانت قد شهدت صباح هذا اليوم بعض المسيرات في مدن أخرى مثل تولوز ونيس وغيرها. كل ما تتمناه الحكومة الفرنسية ووزارة الداخلية أن تنتهي هذه المسيرات التي توقع أن تصل إلى مليون متظاهر من قبل المختصين. دينا، في آخر مسيرة في الجولة السادسة كانت هناك حدثت بعض من الاشتباكات مع القوات الشرطة والدرك الفرنسي في كل من مارسيليا وباريس. إذن نحن حتى اللحظة نستطيع القول، بالرغم من أن أجواء الطقس ليست على ما يرام وأن هناك الكثير من الرياح في منطقة جنوب شرق فرنسا، إلا أن تبدو أن هذه المسيرات هي مسيرات كبيرة جدا. وبصفة خاصة دينا، تعلمين أننا في نهاية الأسبوع السبت يترك الفرصة للأسر وللشباب والأطفال بالمشاركة مع الفيدراليات العمالية في هذا المشروع، مشروع قانون التقاعد، في أسبوع يبدو صعبا على الحكومة الفرنسية. نعم، يعني الكونفدرالية العامة للعمل قالت إنه التعبئة مستمرة، الإضراب سوف يستمر حتى النصر، وأقتبس هذه الكلمة تحديدا. هل يعني ذلك أن الإضرابات أو المسيرات أو التعبئة بشكل عام سوف تظل مستمرة إلى أن يتحقق هذا المطلب؟ بالفعل دينا، ما زالت الفيدراليات العمالية من ناحية والحكومة الفرنسية من ناحية أخرى تتمسكان بموقف كل منهما. القبضة الحديدية هي العنوان الرئيسي بالنسبة للحكومة الفرنسية وبالنسبة للفيدراليات العمالية. الحكومة الفرنسية لسان حالها ومن خلال الخطاب الذي أرسله الرئيس ماكرون للفيدراليات العمالية، لسان حالها يتحدث على أن وقت المفاوضات مع الفيدراليات قد انتهى، وأن الآن علينا أن نستخدم من خلال المؤسسات الديمقراطية ومن خلال البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي اللجوء إلى التصويت خلال هذا الأسبوع. معروف أن ستنتهي عمليات يعني دراسة المواد المختلفة دينا في مجلس الشيوخ الفرنسي غدا منتصف الليل في مجلس الشيوخ، بعد أن حاولت الأحزاب اليسارية في مجلس الشيوخ إضاعة الفرصة لعدم التصويت على مشروع القانون كما حدث في البرلمان الفرنسي، لأن مجلس الشيوخ الفرنسي أضاع الفرصة على الأحزاب اليسارية وهو مستمر في مناقشة المواد المختلفة، وكان قد صوت على المادة الأهم في مشروع القانون وهي المادة السابعة، والتي بمقتضاها سيتم رفع سن التقاعد من 62 عام إلى 64 عام. هذه الجولة ستنتهي ثم تنطلق جولة أخرى. هذه الجولة هي عبارة عن لجنة تشريعية بعدد أعضاء متساوي بين كل من مجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الفرنسي لإدخال التعديلات اللازمة قبل التصويت عليه قبل نهاية الشهر في البرلمان الفرنسي مرة أخرى. طيب خالد، هل يعني ذلك أنه شبح المادة 49-3 وهي المادة المعنية بإقرار القانون دون اللجوء إلى تصويت برلمانياً، يعني شبح هذه المادة ما زال حاضراً فيما يتعلق بإقرار هذا القانون؟ نعم دينا، نقطة هامة جدا هي المادة 49.3 بتتيح للحكومة الفرنسية في حالة الضرورة
تمرير المشروع دون اللجوء إلى البرلمان. البرلمان الفرنسي، الحكومة الفرنسية لا تريد تمرير هذه المادة، ولكن يمكن أن تلجأ لها في حالة تردد بعض من المحسوبين على الأحزاب، على حزب اليمين الفرنسي الدجولي إيلاخ، وهو الحزب اليمين يعني الذي يحسب على الحكومة الفرنسية وليس اليمين المتطرف. في حالة فشل يعني الحصول على تمرير المشروع من خلال التصويت أو إعاقة عملية التصويت، تبدو أن العملية ما زالت مستمرة فيما يخص الحكومة الفرنسية التي بالتأكيد ستحاول تمرير مشروع القانون من خلال المادة 49.3.